زدنا عدد العاملين 20%. أعضاء مجلس الإدارة نقلط، توكلنا على الله. يا جماعة العشاء العشاء حقيقة أنا ما أدري، يعني ما أدري إيش أقول، يعني ترخيص لموزين وسفلة الطريق الترابي إلى مزرعتي في هذه الفترة القياسية، الحقيقة يعني أخجلتوني والله. يعني هذه الخدمة الحقيقة لن أنساها لك ما حييت. يا أستاذ إبراهيم، إحنا تجاوزنا عنك في بعض الشروط اللي أصلا الناس تطبقها، وحنا ما عندنا أهم من رضاك يا كاتبنا الكبير. طبعا إن سرعة الإنجاز في وزارة المواصلات لأكبر دليل، لأكبر نتركها المصح، لأكبر دليل على أن هذه الوزارة لا تعرف الروتين. هذه أمد الله في عمركم يا أبا اعتدال مجموعة من المقالات في أدب السير، كتبتها عن رجل رحمه الله كان صديقا صدوقا صادقا ود منصفي للوالد الله يرحمه. أنا طبعا استفدت من بعض الوثائق التي وجدتها في تركة الوالد في سبيل إظهار هذه المقالات. والله لحلف إنك ما كتبت هالمقالات إلا فيها إن أكيد إنه يقرب لك. ولا غروة أن هذه المقالات كتبتها خصيصاً لجريدتكم. إني داري إنك ما خليت مجلة ولا جريدة إلا وزودتها بنسخة. ما يتكرر في هالبلد في النشر إلا الإعلانات ومقالات عظيمة. أنا عاجز عن شكرك يا أبا اعتدال على ما تقوم به في سبيل إظهار الأدب الجم، ولكن متى ستنشرون أولى الحلقات؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله. على بركة الله. أهلا وسهلا يا أبو ماجد. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم. مقالك عن الرياسة اليوم جميل جدا. من حسن حظي أني رحت بعد صلاة الظهر عشان موضوع أختي نقل ما نقل، يوم جيت الحبايب قارين المقال، أول ما أعطيت توصياتك يا أستاذ إبراهيم كأني معطيهم عصا موسى، قاموا على طول طال عمرك وسووا لي قرار نقله، وبكره ان شاء الله تتقدموا بالوظيفه الجديده بلا تدريس بلا وجع راس. هذا الحقيقه شيء يسعد اي كاتب ان يكون هناك تفاعل ما بين الكاتب وبين الجهات الاخرى. اخي مبارك، بعد انك خليني بس اتصل على معالي الوزير. فيه الو. مرحبا، أكلم معالي لو تكرمت. إبراهيم المدهر معك. نعم، أسعد الله مساء معاليكم. إبراهيم المدهر طال عمرك، الله يسلمك، الله يحييك، الله يسعدك، الله يطول سم. أستميح معاليك لو هنيهة لكي أقرأ مقال الغد. نعم، لقد برهنت الأيام أنك تحسن خدمة المواطنين في هذا القطاع الهام الذي أصبحت خدماته مضرب المثل عند الناس. لقد بنيت حساً جديداً في العمل الحكومي، ونحن نعلم أن مشاغل معاليك لا تتحمل كل هذا العمل المتواصل لرفع كفاءة القيمة الحقيقية في فلسفة العمل، لكنها النفوس الكبيرة، النفوس الكبيرة التي لا تهم إلا مصلحة المستهلك. لقد أهلكت التعب يا معالي الوزير، التعب بدأ يتعب من عدم وجود التعب. فين متعب معاليك؟
ايش رايك طال عمرك في الله يسلمك. هذا يا طويل العمر اقل شيء من الواجب يا طويل العمر في حق امثالك يا طويل العمر. الله يسلمك، شكرا طال عمرك انك منحتني هذه الهنينات الهنينات. الله يسلمك، اشكر علي، اشكر لطفك. هلا مرحبا. ايش رايك في الكلام اللي سمعته؟ ها؟ اتصالات وجوالات. هذا اكيد معالي الوزير. لحظة لحظة. لا لا لا، الظاهر انها حرمتي. قلت لي ايش رايك في الكلام هذا؟ استاذ ابراهيم، هذا شعر. وانا ما الوم المسلمين اذا حبوك، لانك انت تستاهل. شكرا، شكرا اخوي مبارك. انا اعتقد انك انت ايضا تمتلك حس صحفي، واتوقع اذا انتبهت لنفسك ستكون من المع الصحفيين الموجودين لدينا. سويت لي في موضوع المستشفى، ترى رئيس التحرير سالني عن الموضوع مرتين. حقيقه استاذ ابراهيم راحت لي نومه، ما قدرت افتك من نومه الظهر. خلاص خلاص خلاص، انا ارتب الموضوع. بس لا تنسى بكره تخلي موضوع الفيز من استقدام هذا لازم تخلصها لي، وبعدين حجز الخدامه للفلبين هي والسواق، واذا مريت الاستخدام ها جيب لنا منهم تصريحين هم والخطوط ما يضر، وقل لهم ترى الاستاذ المدهر موصيني. ابشر بسعادتك، بس الله يرحم والديك حط اسمي معك. شف قبل لا تروح مر على الارشيف وشف موضوع مستشفى ابها اللي افتتح العام، جبه وغير اسم المستشفى والتاريخ، وحط كل الكلام اللي موجود والتصريحات، وعاد اضف من عندك بعض الثيربات الخفيفه لا يمنع، وجيب لي الموضوع وانا اصيغه وتوكل على الله. هاي مبارك بشرني، عساك حصلت على تصريحات خاصة بحفل افتتاح المستشفى. اي نعم طال عمرك، وبشرك اني سويت شغل بيض الوجه، وبكره تبغى تشوف. يا مبارك الوزير اعطانا موعد اليوم بعد صلاة المغرب في الوزارة، وهذه الأسئلة أنا عديتها لك. ولا تكثر بربرتك، عطى الأسئلة وسجل الإجابات فقط، لأنه ما بيه يدري إن ما في الحم ضحت. وشف لك واحد من المحررين الشباب الكفو خلى ذراعك اليمين. تفضل. شكرا طال عمرك وان شاء الله بيض وجهك. يا ابو اعتدال يا ابو اعتدال، انا ترى جايك ابيك تتيح لي الفرصه كامله للرد على بزارين الصحافه. يا اخوي ما يصير يا اخوي، تجاهين على مقالاتهم وزواياهم، يحطون بي ويغمزون ويلمزون وفيني انا شخصيا. يا اخوي اعطوني فرصه والله لا اجيب لكم غريف كله. يعني يا ابراهيم ما كفاك كل اللي تاخذه مقابل ما تكتب، وتبي تحرم على الناس يقولون رايهم فيك؟ خلهم يا رجال، هذا يزيدك شهره وانت مش خسران، هذه اسهمك مرتفعه وكل ما كتبوا عنك زاد قدرك. اقول انا يا ابو اعتدال ماني بتارك المتطفلين على الصحافه وبزرانها يسممون افكار الناس. لا ما قلت لك يا ابراهيم انك جنط؟ حياكم الله، تفضلوا. يا اهلا وسهلا. الحقني يا عليثه. الله يحييك. السلام عليكم طال عمرك. وعليكم السلام. اهلا اهلا اخ مبارك، يا مرحبا. الله يسلمك، حياك الله. تفضل سيدي. الله يسلمك. تفضل. الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله. يعني يا اخ مبارك ما لقيت مسجل اكبر من هذا شوي؟ اقصد يعني يكفي مثلا. الله يسلمك، هذا هديه من عند الوالده طال عمرك، واي شيء من ريحه الوالده متفاول فيه، لاني ما سوي مقابله طال عمرك الا كلها ناجحه. صوره. الله يسلمك. طيب ما دام هذا مسجل والده، تفضل افتح مسجل والده وتفضل اسأل. لا طال عمرك انت اللي تسأل وانت اللي تجاوب. تفضل طال عمرك. يعني تبغاني انا اللي اقرا الاسئله وانا اللي اجاوبها في نفس الوقت؟ اذا وش دورك انت يا اخ مبارك؟ اي نعم طال عمرك، انت ابخص طال عمرك بالسؤال، جاوب اللي تبغى تجاوبه واللي ما تبغى تجاوبه طال عمرك لا تجاوبه. طريقه حلوه. خلاص ما دام كذا احنا نقول لحقين العلاقات العامة عليها ونخلي الصحف الثانية يطبقوها. يلا شغل مسجلك. تفضل طال عمرك. طيب نشوف السؤال الأول. ما رأي معاليكم في إقبال المواطنين على خدماتكم؟
والله هذا أخي إذا دل على شيء فإنما يدل على تفانينا في العمل وإخلاصنا في العمل وجديتنا في العمل أيضا وحبنا المواطن. نشوف السؤال الثاني، ما رأي معاليكم في زيادة عدد المشتركين؟ زيادة عدد المشتركين يعني ممكن يتم يعني لعدة أسباب، منها أقول يا أخ ما عندك سؤال آخر؟ نعم طال عمرك، ما هي أكلتك المفضلة طال عمرك؟ أكلتك المفضلة؟ بالله عليك يا أخ هذا سؤال يوجهه صحفي الوزير، الظاهر أنه أنا ضيعت وقتي معكم، لو سمحت شل عفشك هذا وتفضل برا، والشرها ميب عليك، الشرها على الأخ اللي أرسلك، أقول لك اطلع برا طال عمرك الموضوع قوم اطلع برا، اتفضل اطلع برا اطلع برا.